طبعا يعني حسب ما سمعنا بأن اليوم سوف يصل إلى بغداد وفد من حكومة الإقليم أو بالأخص وزارة المالية لإنهاء بعض المشاكل أو متعلقات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. طبعا نعلم بأن تلك المعوقات أو المشاكل اللي دائما تحدثها بغداد وزارة المالية هي ضغوطات سياسية على حكومة الإقليم وبالأخص على حزب الديمقراطي الكردستاني. على دستور واضح وقانون موازنة واضح، هناك تصويت لمجلس الوزراء بإرسال 618 مليار دينار عراقي حسب الموازنة من النفقات الفعلية لحصد إقليم كردستان، إضافة للإيرادات الداخلية تكفي لتوزيع رواتب موظفي إقليم كردستان. لكن مع الأسف أيضا وزارة المالية تنصل عن هذا القرار مجلس الوزراء بإرسال هذا المبلغ للشهر شباط، أرسله فقط الشهر كامل الثاني. وبعد قرار المحكمة الاتحادية بدأ حكومة إقليم بالتوطين رواتب الموظفين، لكن الأمر الغريب بأن يحصر التوطين فقط في مصارف الاتحادية الرشيد والرافدين، هذا أيضا مخالف للدستور والقوانين.